بالبنية الطرقية، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه على مستوى واد الحمر إلى عرقلة حركة السير والجولان في المدار الحضري للمدينة. روبرتاج سعيدة بن عائشة وحسن سكوري. ارتفاع منسوب مياه واد الحمر بإقليم الرشيدية أوقف عجلة الحياة بين طرفي النهر، الأمر الذي تسبب في انقطاع حركة السير بوسط المدينة. أطفال المدارس كانوا الأكثر تضررا. وانا وقفة هنا كانت سنة ولادي راد خارجين في الخمسة والواد حبسهم، وانا هنا وملهي هانتم كتشوفوا. أنا ولادنا أنا متكرفسين في المدرسة بعيدة وما كان حتى شي قنطرة من لاش نديزو، ومشيت سنضرب بهم من الواد الذهب وهما خايفين وهما صغار، ثلاثة ديال السنين عندها والأخرى عندها يلاه 10 سنين وما عندهمش معاش يدوزو، والله يهدي الجميع باش يصوبونا حتى قنطرة بعدا هي القريبة باش نبدا يدوزو الأولاد ديالنا. انقطاع حركة السير بين ضفتي النهر خلف موجة من الانتقادات في ظل وجود 3 قناطر غمرها منسوب مياه واد الأحمر، مما اضطر السكان للانتظار لعدة ساعات. كنطلبوا من المسؤولين باش يديروا شي خنطرة بين الأحياء هذه، راه 3 خنطرة راه صغار الوزع داز عليهم كاملين، كنطلبوا من المسؤولين بعد على الأقل يسووا واحد الخنطرة من باش تربط بين الأحياء كاملين. الفيضانات لم تخلف خسائر تذكر باستثناء عرقلة حركة السير بين جهتي مدينة الرشيدية، غير أن السكان الإقليمي متخوفون من تكرار تجربة أكتوبر 2006 التي أودت بحياة العشرات من المواطنين.